بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وذلك بمناسبة الفوز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي على المنتخب الإسباني وتأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، وذلك لأول مرة لمنتخب عربي. أعرب جلالة الملك المعظم عن أطيب تهانيه لأخيه جلالة العاهل المغربي على هذا الإنجاز الرياضي المشرف، ومشيدا بالأداء الفني المتميز والقوي الذي ظهر به المنتخب المغربي في هذه المباراة والذي استحق من خلاله هذا التأهل والفوز الغالي، معربا جلالته عن تمنياته الخالصة لأفراد المنتخب الشقيق بكل التوفيق والنجاح في بقية مبارياتهم القادمة وتشريف وطنهم في هذا المحفل الرياضي العالمي الكبير.